الحكاية التانية بتتكلم عن لاعب اعتدى على سماعة فتم عقابه بعقوبة كبيرة وطالب البعض بترحيله. ثم لاعب آخر اعتدى على إنسان فتعاقب عقوبة أقل وطالب البعض برأس الإنسان. بص يا عفيفي، دي كده سماعة، لما أنا أعملها كده يبقى أنا رميت السماعة أو اعتديت حتى على السماعة، يعني أصلا ما سمعتش حد يقول اعتدى على السماعة دي أبدا يعني قبل كده. لكن في الآخر السماعة كده ما تكون مطلقة كده في الهواء الطلق، وأنا رميتها أو كسرتها أو عملت فيها أي حاجة يبقى أنا عملت كده في السماعة نفسها. لكن لما السماعة دي يكون لابسها إنسان وأنا أعتدي عليه وأخلعها منه غصب عنه يبقى أنا كده اعتديت على الإنسان مش على السماعة. السماعة دي جزء منه ومن ملحقاته يعني، بالتالي اللي عمله ساسي ده اعتداء صارخ على حكم المباراة. أما اللي عمله الشناوي مجرد بس إنه مسك ذراع الحكم، وعشان كده الموضوع مفهوش أي مشكلة ولا دي اعتداء ولا أي حاجة. عشان كده حتى لما لجت المسابقات عاقبت الشناوي حتى لو هي عقوبة ظالمة قالوا سلوك غير رياضي، ما سموهوش أبدا اعتداء على الحكم، ووصف الحالتين مختلف تماما. وتعالى بقى أنا أقول لك حكاية ألطف وأصدق من حكايتك دي. أقول لك حكاية بتقول إن الشناوي اللي مسك ذراع الحكم والحكم ما عطوش أي حاجة، لا إنذار ولا طرد، لأنه شايف إن ده سلوك عادي وهو بس كان بيكلمه. بالتالي الحكم ما كتبش في أي حاجة في تقريره بغض النظر بقى عن أي حاجة اتقالت بعد كده. لكن نيجي بقى لحكاية ومقارنة تانية. رمضان صبحي في نفس الموسم في نفس المسابقة بنفس الأشخاص بنفس اللوائح ما تعاقبش بأي عقوبة رغم إنه كرر نفس الفعل. إذن الحكاية بقى هنا إنه نفس الفعل ما تطبقش عليه نفس العقوبة. إذن دي حكاية تكشف تماماً التناقض اللي حاصل من لجنة المسابقات وعقوبة ظالمة لكابتن محمد الشناوي، لأنه طبعاً رمضان لما عمل كده ما توقفش أبداً. أظن دي حكاية أصدق وكنا شايفينها وأصدق بكتير من حكاياتك الكاذبة.